كرولوس. ايوه كرولوس، قولي انت ازاي اتغلبت على الاعاقة بتاعتك ودلوقتي انت بتشتغل في شغل مستقر؟ ازاي انت وصلت والتحديات اللي انت واجهتها في حياتك؟ يعني اللي هو انا كان في دماغي حاجات كتير، وان انا اشتغل واتوظف في شركة زي اي حد، وان انا يعني اللي هو انا كنت نفسي ان انا اشتغل عادي في كذا مجال، كذا مجال شغل، ده اللي هو الحقيقي. بس انا جيت هنا عن طريق ابن خالتي بعد معاناة طويلة من شغل، يعني ان انا اقدر ان انا اشتغل وكده. فجيت هنا وعملت انترفيو ان انا يعرفوا القدرة اللي انا اقدر اتعامل بيها، لان انا مجال شغلي ان انا بشتغل مسؤول عن كيتي كورنر منطقة اطفال. تمام، ان انا اقدر اساعد الاطفال، وان انا ازاي ان انا اعرف، لان معظم الكيدز كورنر بتبقى الانشغال عن الوالدين بحيث القعده على الطعام يعني الفود وكده والكلام ده كله، وان انا اقدر ان انا اساعدهم وافرحهم، وان انا احضرهم فيا، وان انا اخليهم يجوا يزوروني كل مره واثنين وثلاثه. بالنسبه للتحديات اللي انا كنت كان شغلي اللي انا جيت ان انا اقدم في كذا حاجه قبل كده اترفضت بسبب قصر قامتي، ان انا قصير القامة، وان انا مش هقدر ان انا اتناسب مع حاجات مرتفعة، حاجات عالية، حاجات مش هتناسب شكلي والحاجات دي كلها. بس بالنسبة لأيام دراستي وطفولتي وكده، كنت باخد نظرات كتيرة او سيئة من الناس، ونظرات معايرة والفاظ سلوكية، بس عادي يعني على دماغي. كان عندك قوة إرادة إن أنت كان عندي قوة إرادة عالية جدا إن أنا أتجاهل كل دوت، وإن أنا أتحكم عن كل دوت، وإن أنا أفضل مكمل وساعد، إن أنا ما أشغلش هدفي بالكلام دوت خالص. أنت والدك ووالدتك من قصر القامة؟ لا، هو أنا والدتي بس هي من قصر القامة، لكن والدي طبيعي. انت قلت لي ان والدك طبيعي، اتجوز واحده من قصر القامة. والدتي قصر القامة. وكانت الحياه بينهم حياه طبيعيه وجميله كويسه جدا. قولي في اي ترتيبات خاصه ليك في البيت بالنسبه لانك قصير القامة؟ يعني بشكل طبيعي جدا البيت ما فيهوش اي تجهيزات اضافيه تساعدك، انت البيت عندك عادي؟ عادي طبيعي جدا يا فندم. ليك اخوات؟ عندي اختين بنت، بنت صغيره كسرت القامه، وبنت كبيره بس طبيعيه. ايه مشروعاتك اللي انت بتطمح ان انت تعملها في حياتك؟ في البدايه انا كنت عايز ان انا اعمل صالون حلاقه متخصص لقصات الشباب، وصالون يكون فيه حاجات كتير متوفره عن باقي الصالونات، يكون فيه الرعايه الهامه للبني ادم للشاب، بالنسبة لتصفيف الشعر، وبالنسبة لوجهه والوش يعني بما اقصده وبشرته، والاهتمام بالمظهر. انت بتعرف تعمل القصة؟ انا بالنسبة لي بعرف ان انا ادرب كتدريب للقصة، وكاستشوار باخد تجربة يعني على الكرياتين والبروتين وتصفيف الشعر.